ماذا تحتاجان مني من أجل نوم هادئ؟ أونسكي سيعود ثانية في الصباح، أراكما في الخامسة، تصبحان على خير. أوه لا، لا يمكنني تحمل يوم آخر مع هذا القندس المجنون. وأنا أيضا، لكن سيمكننا أخيرا أن نرتاح. أوه، نسي أونسكي أن يغني لتنام. هذه أغنية تغنى خصيصا قبل النوم. هيا إلى النوم، هيا إلى النوم، أغلق أعينكم وعضوا الخراف. ضع سادتك، أرخي رأسك. نام جيدا، أحلو ماري خبز. هيا أيها البط، انتهى المرح، وقت النوم بدأ للتو. هيا زفير، ابدأوا في النوم بينما أصرخ هيا للنوم، هيا للنوم. الحقيقة أننا مستيقظان الآن. البط مستيقظ، ابتعد أيها القمر. مرحبا بالشمس. إلى متى ستظل خادمنا؟ طوال حياة أونسكي، أو حتى يرد أونسكي الدين بأن ينقذكما. وجدتها يا بودو، لدي خطة، لكن أولا نتسلل للخارج. أونسكي، نريدك أن تجز العشب. لكن جزازة العشب معطلة منذ فترة. سيكون عليك أن تستخدم المقص لتقص كل العشب. حسناً. أمسك وأشد أقص، أمسك وأشد أقص، أنا أونسكي العظيم، أمسك وأشد أقص. ليس سيئاً، يجب أن يقلم شجيرات أيضاً. مؤكد، هيا يجب أن نسرع. صاحبي، لماذا ألقي الخبز في الخارج بينما يمكن أن يذهب إلى معدتي؟ أوه، نحاول أن نجذب الوحش. أوه، صحيح. انتظر، هل نجذب وحش السحاب؟ أتريد التخلص من أونسكي؟ حسناً، ليس إذا كان هذا معناه التعامل مع الوحش الفظيع والشرير والقبيح. أرى أنك فهمت قصدي بشكل خاطئ. كوا، وحش السحاب! لن تهرب مني وجبة مرة عين. واو، أيها الضخم، بدلا من أن تأكلنا نحن الاثنين، ما رأيك في إمداد مدى الحياة بالخبز اللذيذ؟ إمداد مدى الحياة؟ ما المقابل؟ عليك أن تتظاهر بأنك تأكلنا، وعندما يأتي أونسكي لينقذنا تتركه يفعلها. يبدو سهلا. اتفقنا، اتفاقية ستمكنني من خيانتكم وأكلكم. أنتم ثلاثة. انتظر، هل قلت إنك ستأكلنا؟ لا 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 لا، أنا كنت أغني. سوف أكلكم بعد خيانتكم. أنغام جميلة، لكن يبدو نوعا ما أنك ستأكلنا. ماذا؟ لا، حسنا نعم.